السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا عبد الودود الشيخ. منذ مدة لم أظهر على قناتي اليوتيوب. إن شاء الله في هذا الشرح إن شاء الله سأتحدث عن بعض الأشياء. أولا سأتحدث عن برنامج هذا البرنامج الجميل جدا فيلمورا إكس، وهو برنامج جميل جدا. أولا سنتحدث عن هذا البرنامج، وأيضا سأقدم أيضا ما قمت به برنامج بلندر. أولا سأقوم بالجرين سكرين، سنقوم بفتح برنامج بلندر. سأرى برنامج البلندر، سنقوم بفتح البرنامج البلندر. من لا يعرف برنامج بلندر، وهو برنامج ثلاثي الأبعاد كما تلاحظون، نحن الآن في نسخة 2.91. أولا هنا هذا برنامج الحقيقة برنامج رائع جدا للتعديل أو القيام بمونتاج على الفيديو. أولا سنذهب إلى Open Project، سأقوم بفتح بروجكت قمت به، إذا كان ما زال موجود. سنذهب Downloader Share Output. أوكي ليس هنا. أولا سنقوم بهذا الملف Open. أولا قبل فتح البروجكت سنذهب إلى هذه Big and Green Screen. مثلا أنت لا تمتلك مثلا، سأقوم بالأمر من البداية. مثلا سنذهب إلى جنرال. أوكي أولا سنذهب سنتحدث عن تحميل برنامج البلندر. أولا قبل كل شيء سنذهب إلى موقع البلندر، سنكتب بلندر. عذرا أنني قمت بالتسجيل من دون تحضير، منذ مدة زمنية لم أقم بعمل فيديو، لذلك قلت لنفسي يجب العودة إلى النشاط على قناتي. قمت بافتتاح قناة يوتيوب أخرى، إن شاء الله سأضع رابطها تحت الفيديو إن شاء الله. أو هذا هو موقع البلندر 2.91. نذهب إلى هنا، هذا الزر الأزرق، ونضغط داونلود. الحقيقة هناك الماك أو إس لينكس أند أذر فيرسيون كما تلاحظون، يمكن الضغط على هذا السهم الأسفل. أنا دائما أحب أن أستخدم الويندوز إنستالر، ولكن يمكن أيضا استخدام البورتاب زيب، وهو سيكون مجلد جاهز لا تحتاج إلى التثبيت. هناك ما تلاحظون نسخة للماك أو إس واللينكس. أوكي عندما نقوم بفتح البرنامج بطبيعة الحال سنقوم بتثبيته كأي برنامج عادي، هكذا نكست نكست حتى الانتهاء. سنضغط نكست. هنا لبياني قمت بتثبيته في المرة السابقة، let you change the way you future are installed. لا، سنضغط نكست نكست حتى الانتهاء. وبعد الانتهاء نذهب إلى برنامج البلندر. بطبيعة الحال سيكون في recently added هناك مترحون. أيضا في الفيديوهات القادمة سنتحدث أيضا عن الفيرتشوال بوكس، وهو مجاني للقيام بالأجهزة الوهمية. هنا نذهب إلى البلندر كما تلاحظون، البلندر ها هو. هناك طريقتين للقيام بعملية جرين سكرين. الجرين سكرين ما هو؟ أن تضع جدار، مثلا تضع جدار أخضر، قماش أخضر، وتقوم بعملية مثلا سأقوم بتجربة أذن. هنا سأقوم بوضع الفيديو في الفيلمورا إكس كما تلاحظون، أضعه هنا. لا يمكن أضعه. أوكي سأقوم بفتحه Open Project وأذهب إلى فيديو. Open Project Media وأذهب إلى Desktop كما تلاحظون هذا الفيديو. أولا سنقوم بوضعه في Timeline هكذا، سندخل Match to Media هكذا كما تلاحظون. الجدار الأخضر ليس جيد جدا كما تلاحظون في الأسفل، هناك بعض الشفافية في اليمين واليسار، حتى أن الجدار كله ليس، يجب اختيار قماش أخضر، يكون أخضر قاتم جدا. أوكي هنا بالضغط على الزر مرتين على التايم لاين هكذا ستظهر هذه القائمة. سنذهب إلى الكروما كي هكذا ونقوم بضغط صح. كما تلاحظون الكروم أصبح الجدار القماش الأخضر، الخلفية الخضراء أصبحت رمادية. يمكن كما تلاحظون عندما أقوم بزيادة سلايدر القماش الأخضر يصبح أسود، يتحول إلى أسود. كما تلاحظون أيضا بعض المشاكل، يمكن أرجع على سلايدر بعض الشيء للخلف حتى يظهر القميص بشكل جيد. أوكي كما تلاحظون القميص في بعض الأحيان يجب لباس. أوكي أولا سأزيد هذه، سأقوم برجع هذه وإيدج
ثيكنس كما تروحون هنا سأقوم بالزيادة. كما تلاحظون الإعدادات سأقوم بما يمكن أن أقوم حسب جودة القماش الذي عندي. الحقيقة ليس جيدا. إيدج فيزر سأقوم ب كما تلاحظون عندما أقوم بزيادة يختفي الأجزاء المحيطة. كما تلاحظون هذه هي أقصى ما أتوصل إليه، سأتركه هكذا. بعد ذلك سأقوم ب import، مثلا سأقوم بوضع مثلا صورة، سأذهب إلى background، سأذهب إلى picture، وبعد ذلك background. أين background؟ هي background. سأختار هذه الصورة. كما ترون سأضع هذه الصورة هنا في الأسفل. عندما أضع في الأسفل كما ترون ظهرت في الأسفل. الآن سأقوم بوضع مرة أخرى، واحدة أخرى هنا، وأضع مرة واحدة أخرى هنا. كما تلاحظون هذا المقص عندما أضع في الطرف وأضغط على المقص ستلاحظون أن هذا الطرف لم يعد من الفيديو. سأقوم بدلت، سأضغط على دلت المفتاح على الكيبورد، وستلاحظون أن مثلا سأقوم بعملية بلاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، أنا عبد. كما تلاحظون يمكن إضافة التكست، مثلا يمكن إضافة تامبلت ديمو هكذا. سأقوم بإضافة هذه الصورة، سنقوم بالتحميل. كما تلاحظون قمنا بالتحميل، سأذهب إلى هنا، سأقوم بتغيير المكان التكست، المكان الذي عليه يظهر. بعد ذلك أنقر مرتين حتى أكتب الكتابة التي أريد أن أكتبها. سأضغط هنا وسأكتب مثلا اسمي عبد الودود، عبد الودود هكذا. يمكن اختيار اللون من هنا، سأختار اللون الغامق أو اللون حسب اللون الذي أريد. سأختار اللون هذا اللون. أوكي، هناك بعض كيف مثلا روتيت سكال، يمكن تكبير الكتابة. هناك بعض الخيارات الأخرى، بلندر داركن مثلا، نورمال. اوكي، يمكن ايضا اضافة ترانزيشن افكت. كما تلاحظون الافكت، هذه الافكت مثلا يمكن نضع الافكت هنا. سأضع سيري، وكما تلاحظون عندما تطلع بلاي. مرحبا بكم، انا عبد الشيخ. كما تلاحظون بعض الافكت يمكن اضع هذه الافكت ايضا. سأضع هذه الافكت. برنامج حقيقة، برنامج جميل جدا. مرحبا بكم، أنا عبد. كما تلاحظون هنا، هذه تجربة بسيطة لاستخدام. كما تلاحظون يمكن أيضا وضع إليمنت، مثلا هذه إليمنت، مثلا سأضع هذه بوم هنا. سأضع مثلا، يقوم البرنامج بتحميل مثلا هكذا. قمنا بتحميلها، سأضع متحون، سأضع هنا وأقوم بتصغيرها هكذا. مثلا الحقيقة برنامج رائع جدا، برنامج جميل جدا. إن شاء الله هذه تجربة بسيطة. يمكن أيضا وضع الأوديو، مثلا هناك أوديو جاهز، يمكن إضافة الأوديو الخاصة بنا أيضا. يمكن الذهاب إلى موقع الفيلمورا، أو مثلا حتى في موقع اليوتيوب يمكن إيجاد بعض الفلتر المجانية. هناك ترانزيشن، عندما يكون الفيديو يمكن وضع بعض الإضافات الجميلة، ترانزيشن بين الفيديو والفيديو المقطع. إن شاء الله في فيديو قادم سنتحدث عن الخيارات. هنا عندما نقوم بالتصدير، الحقيقة البرنامج ليس مجانيا، ولكن هناك طريقة لجعله يعمل مدى الحياة. إن شاء الله سأضع الفيديو الوصف، شرح الفيديو لقناة يوتيوب تشرح كيفية القيام بذلك. هنا يمكن اختيار امبيكات، سنختار امبيكات هكذا. ستلاحظون ان الفيديو سيقوم ب هنا سنضغط فايند تارجت، سيقوم بفتح الفيديو اللي قمنا بعمله، والان سنقوم السلام بفتحه. عليكم ورحمة الله وبركاته. وتلاحظون الفيديو ها هو هنا، هذا الفيديو الذي قمت به ببرنامج البلندر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلا سأقوم بشرح ذلك الآن. أولا سنقوم بإغلاق البرنامج الفيلمورا نو، وسأقوم بفتح برنامج بلندر. هنا نحن الآن في برنامج بلندر. صحيح أن الفيلمورا عملية نزع جرين سكرين، يمكن أن نقوم بنزع جرين سكرين
بالفيلمرا بعد ذلك نذهب الفيديو إلى البلندر، ربما يمكن ذلك، ولكن سأقوم بالعملية في البلندر حتى يتعود عليها. أولا سنذهب إلى كومبوزيتين كما تلاحظون، سنضغط يوز نود، بعد ذلك سأقوم بحذف إكس، سأضغط على الإكس. يمكنكم مشاهدة طاقتات الزر التي أضغط عليها والماوس على الشاشة على اليمين. الآن نحن سنقوم شيفت أي، أولا سنقوم بشيفت أي شيفت أي ونقوم إنبوت ونقوم بموفي كليب إديتور هكذا. سنقوم بفتح الفيديو إلى ديسكتوب ونقوم بجلب الفيديو كما تلاحظون، الفيديو ها هو البيكات، سنقوم بوضع هكذا الفيديو ها هو. الكومبوزيتينغ نضع هنا، اولا سنحتاج الى الفيور نود، سنضغط في فيور كما تلاحظون فيور هكذا. سنقوم بالفيور، ما فائدة الفيور؟ في يقوم باظهار الشاشة هنا في كما تلاحظون هنا. سنذهب الى فيو وسنختار فيت هكذا، سيقوم البرنامج بتركيز الصورة في المركز. هنا الكومبوزيتينغ لا يمكن عند انتهاء من عملية الكيس كين، أي نزع الشاشة الخضراء التي وراءنا، يجب أن نشبك هذا بالكومبوزيتينغ، وإلا النتيجة لن تظهر في النتيجة الأخيرة. الآن سنقوم بالشيفت أي، سنختار كينغ هكذا ونختار كينغ وهكذا. عندما ستلاحظون عندما اختار اللون الأخضر هكذا ستلاحظون قمنا بالعملية بضغط من زر، النتيجة جميلة جدا. سنقوم ببعض الخيارات، يمكن أن تقوم بتغيير بعض الإعدادات، هذه الإعدادات التي تتواجد هنا. اوكي سنقوم بسموث، سنختار سفير. اوكي انا مستعجل، تكفينا هذه النتائج. اولا سنقوم بذهاب الى هنا هذه الخيار Output Property ونقوم بتركها كما هي. سنختار المجلد الذي نريد وضعه، اولا ساقوم بحذف صاد او اضع مجلد جديد مرة اخرى، وساختار New هكذا. سنختار المجلد وبعد ذلك سنختار accept، بعد ذلك سنقوم بتصدير الفيديو الى اولا ساقوم باختيار ليس png بل ساختار او ساختار png. اوكي ساترك png، ولكن عندما اريد ان اقوم بتصدير الفيديو الى الفيلمرا يجب ان اختار الفيديو jpeg and avi raw او fpeg فيديو. اوكي سنقوم بالذهاب الى render animation وسنتأكد أن كل شيء بشكل أوكي. سنقوم برند على المشا كما تروح. لماذا الشاشة السوداء؟ الشاشة السوداء لأننا نسينا ربط هكذا. سنضغط A ونخطط على X دلت هكذا. الشاشة السوداء لأننا لم نربط هذه بالكومبوزيتينغ هكذا. هنا سأضغط Shift الفا كونفرتر، لا اعلم لكن يبدو ان ساختار ستريت او فيوتشر. اوكي عندما اختار ستريت هناك تغير بعض الشيء، عندما اختار اوكي ساختار ستريت او ساختار برنت. اوكي الآن عندما أضع قمت بربط الكومبوزيتينغ بالألفا كونفرتر أو بالكينج، العملية الآن ستضغط الذهاب إلى رندر أنيميشن أو كما تلاحظون الاختصار اف كنترول اف 12. سأضغط رندر أنيميشن وسنقوم برندر الفيديو. صحيح النتيجة ليست جيدة جدا لسبب أن يجب تعديل بعض الخصائص، وأيضا الإضاءة ليست جيدة، وايضا الحائط الاخضر القماش ليس بجوده ايضا جيده. المهم هذا فقط للتجربه، سننتظر حتى يصل الفريم الى 100 وسنقوم بايقاف ذلك. اولا انا فقط اريد ان اقوم بتجربه
البلندر والفيلورا اكس. أوكي، وصلنا إلى العدد 100. سأقوم بإيقاف العملية هكذا. أوكي، سنقوم بالذهاب إلى لايوت. أولا سأقوم بفتح العمل الماضي. هذه مثلا أنا لا أمتلك مثلا سيديو أقوم بنمج سيديو قمت بتصميم أو تحميله، ولكن وضعت التكستر كما تلاحظون. هذه الحجارة قمت بوضعها كما تلاحظون، يمكن وضعها هنا. عمل سابق سأقوم بوضع الإي في، سأقوم بالتحذف هنا، لا سأقوم بإرجاع بكنترول زد وأقوم باختيار هذا الجزء وأقوم بحذفه. هنا سنقوم بشيفت أي وسنقوم بهذه العملية إيماج. هما كما تلاحظون إيماج أسبرين ليست موجودة. سنذهب إلى Edit وبعد ذلك الى Preferences، بعد ذلك الى Add-on، وسنكتب إيماج هكذا كفي كما ترون ستظهر، وسنضع العمل صح هنا وأقوم بالإغلاق. وبعد ذلك Shift A عندما أذهب إلى إيماج تلاحظون أن هناك خيار جديد يسمى Image as Plane. عندما أقوم باختياره سنذهب إلى الفولدر اللي يوجد به، سنضغطها New كما ترون، ها هو. سأضغط على A وسنختار Animate Image Sequence، سأختار Shadeless، وبعد ذلك سأختار Import Image. كما تلاحظون هنا التايم لاين هنا ينتهي عند 70، سنضع 100 بما أن وضعنا الفيديو عند 100، وسنضع هكذا الصورة. الصورة الآن وراء الجدار. سنختار هذا السهم الأخضر وأقوم بإدخاله وأذهب إلى الكاميرا بالضغط على الصفر. الصورة في الأسفل سأقوم ب إما الضغط على إكس وجي وإكس، جي وإكس كما تلاحظون، لا جي وزد، جي وزد. سنرفع إلى المحور، على المحور زد إلى الأعلى. سأضغط على إس لتكبير الصور. كما تلاحظون عملية جرين سكرين لم تكن جيدة، لذلك سأقوم باختيار صورة أخرى. عملية السكرين كانت جيدة. أوكي، سنضغط على تامب وسأختار نيو فولدر، ولا سأختار A و Image Async Shadeless. أوكي، سنختار Import Image. كما تلاحظون سأقوم بإدخال الجزء وأضغط صفر، وبعد ذلك جي زد أقوم برفعه. بعد ذلك سأضع 70 لأن السيكونس الماضي رقم 70. أوكي، سأضع S لا يظهر شيء، لا أعرف لماذا، لا أعرف لماذا لا يظهر أي شيء، لماذا لا يظهر شيء. أوكي، سأضغط على الصفر كما تلاحظون. سأضغط على S هكذا حتى، وكما تلاحظون عندما أضغط على Play ستلاحظون الفيديو، ستلاحظون الفيديو وحصلنا على الاستديو الذي نريد. ربما أضع أقوم برجع للوراء بعض الشيء، شيء Y هكذا، وأقوم بإعادة صفر، وسأقوم بتكبير الصورة هكذا. كما تلاحظون حصلنا على الاستديو بأقل التكاليف. سأضغط على جي وأقوم بإنزالها بأسفل. سأقوم أيضا بإنزال الكاميرا هكذا. وكما تلاحظون بهذه الطريقة يمكن استخدام البلندر للقيام باستديو بسيط، فقط لو كانت لدي إضاءة جيدة وقماش خلفية خضراء تكون جيدة لكانت النتيجة أفضل من هذا. مرحبا بكم، كان هذا شرح بسيط لإرجاع التفاعل والنشاط على القناة إن شاء الله.